الو، حنا قلنا في الدار، الدار قلنا عندها عنوان هو اللي عبرنا، هو اللي شرحنا دابا فيه لادريس اي بي، هو اللي شرحنا لادريس اي بي. ولكن هاد لادريس اي بي ما كافيناش في لا كومونيكاسيون، خاصنا شي حاجه. يعني الدار ها هي كاع عندها، ها حنا عندنا العنوان، ولكن خاصنا منين ندخلوا؟ واش انا الدار مثلا داري بغيت نجي ننقز من السطح؟ لا، غادي يكونوا عندها شنو الا بغيت ندخل لهاد الدار؟ غادي من اين سادخل؟ من المنافذ. غادي يكون الدار عندها منافذ، اما منفذ اللي هو الباب، اولا المنفذ اللي هو الكراج، يقدر يكون عندي كاع المنفذ من البالكون، يقدر يكونوا دروج ديال 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 الحريق وراء العماره حتى هو منفذ. اذا هاد الدار عندها مجموعه من المنافذ. ها هاد المنافذ كذلك عندنا في هاد المنافذ كذلك عندنا في العالم ديال 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 الشبكات. هاد المنافذ اللي من خلالهم كيقدروا البرامج اللي كنستخدموا انها تواصل بيناتها، فتيخصهم منفذ. هاد المنافذ هادي كذلك كنلقاو انه كاين بزاف ديال المنافذ، وهاد المنافذ هما اللي كنقول لهم حنا لي بور، ان بور، البور منفذ، شرجم يعتبر منفذ، الدار تعتبر، اذا تنقولوا لهم لي بور. هاد لي بور هادو بطبيعه الحال يقدر انت مثلا يعني في الشبكات يعني تيكون عندنا كل حاجه، كل برنامج مثلا تيكون عنده ان بور اللي كيخدم به. مثلا ملي كنهضروا على مثلا ان سيرفر ويب، او مثلا ملي كنبغي ندخل، لشي موقع، اذا هذاك الموقع باش ندخل ليه ويتافيشيالي داكشي اللي كيبان، تيخصني ندخل من منفذ، ماشي غير لادريس اي بي، لا خاصني حتى المنفذ، منين غندخل باش يبان ليا هذاك لو كونتوني، خاصني منفذ. مثلا ملي كنهضر، وهاد المنافذ كاين بزاف ديال المنافذ، كاين مثلا المنفذ ديال ديال الاتش تي تي بي، او المنفذ ديال لي سيرفور ويب. هاد المنفذ ديال لي سيرفور ويب تيكون 80 او 80 80 مثلا، يعني نقدر أن يعني انا لا بغيت ندخل لواحد لو سيت ويب، انا راه ما كنطبيهاش، مي كتكون هي مكونفيغورا باغ ديفو، يعني ملي تنبغي ندخل لواحد لو سيت ويب ان فوا تندير 80، اذا انا راني باغي ندخل الموقع، نشوف موقع، اولا مثلا انا باغي نرسل واحد الرساله الكترونيه، انت راه كتجي كتصيفط واحد الرساله الكترونيه، ولكن ديك الرساله كتمشي عبر منفذ، مثلا المنفذ 25، هذا المنفذ 25 كنصيفطو به الرسائل الالكترونيه. اولا انت باغ اكزومبل باغي تصاوب مثلا واحد السيت ويب، وباغي تحطو، باغي تهز هذاك داك السيت ويب اللي صاوبتي وباغي تحطو في واحد سيرفر، هنا غادي نشرحوا شنو هو الفرق بين سيرفر وبي سي. المهم كتبغي تحطو في ان سيرفر، اذا انت باغي تحطو في واحد السيرفر خاصك منفذ، مثلا البور 21 ديال الاف تي بي، يعني كيكون عندنا مجموعه من المنافذ، تيكون عندنا مجموعه من المنافذ. مزيان، هاد المنافذ هادو كما قلنا هما اللي من خلالهم كنقدروا اننا نتواصلوا، فوالا تنقدروا اننا نتواصلوا. مفهوم ما فهمتيش واخا اختصارا، ما فهمتيش واخا، انا عاود نشرحها. الوغ عندنا حنا عندنا ما عرفتش كيفاش نشرح، واخ دابا انتيا عند دابا واخ في الدار عندكم حاشاك كاينين جوج قوات، كاين القادوس ديال الواد الحار وكاين القادوس ديال الماء الحلو. مثلا داك الوساخ والزبل وهذا فين تيمشي؟ تيمشي في المنفذ ديال الواد الحار، تيمشي في الماء الواد الحار، اذا هذاك الواد هذاك تيعتبر منفذ كنخرجوا منه، خاص هذاك المنفذ خاص اننا كنخرجوا منه الخنز حاشاكم. وكاين عندنا المنفذ ديال الماء الصالح للشرب، انت في نظرك واش الماء الصالح للشرب غدوزيه انت من الواد الحار؟ ما يمكنش، كل حاجه عندها المنفذ ديالها. الا بغيت نشرب غادي خصني الماء، خصني المنفذ ديال الماء، نشرب من الماء منفذ.
بغيت نسيق الماء ديال الصياغ غادي يخرج مع القادوس. اذا هذاك منفذ، كل حاجه تيكون عندها منفذ. كذلك في عالم الانترنت، كذلك في عالم الشبكات، كل حاجه عندها منفذ. انت مثلا ملي كتكوني جالسه وكتبغي تصيفطي واحد لادريس ايم مثلا، بغيتي تصيفطي واحد الايميل من البيسي ديالك، هذاك الايميل راه خاصو يمشي كذلك عبر منفذ، بحالو بحال ملي كتبغي تشربي اولا ملي كتسيقي. واخا واخا ننسى دابا انت تتسيقي كترمي داك الزبل، كاين تترمي عبر منفذ، اذا تيمشي مع القادوس. اذا هذاك القادوس منفذ، هذاك ما غاديش تشدي انت داك الماء الموسخ وتدوزيه في المنفذ ديال الماء اللي كتشربي منه. اذا انت عندك واحد الرساله مثلا، واحد جيم، واحد الرساله الكترونيه بغيتي تصيفطها، هذيك الرساله الالكترونيه خصها تخرج عبر منفذ، وهذاك المنفذ اللي خاص بالرسائل الالكترونيه ما يمكنش تدوز منه حاجه اخرى، بحال القادوس ديال الواد الحار مع الماء الحلو ما يمكنش يتخالطوا، ما يمكنش نفس المنفذ تدوز منه كل شيء. لا، المنفذ الواد الحار بوحده والمنفذ الماء ديال الماء الحلو بوحده. بغيت نصيفط ايميل غيخرج من منفذ، بغيت ندخل للسيت ويب نشوف غيدخل للمنفذ، يعني كل حاجه عندها منفذ، مفهومه؟ والمهم حنا راه تنحاولوا نشرحوا باش ما باش بنادم يفهمنا وصافي، اسمحوا لينا. واخ هاد المنافذ كما قلنا لي بور، راه كل بور كيكون واحد لابليكاسيون اللي كتكون فاتحه، كل بور تتكون ابليكاسيون اللي فاتحه. يعني بغيت انا مثلا الا بغيت نحول البيسي ديالي مثلا يولي واحد الحاسوب اللي ممكن نوضع فيه الملفات عن بعد، خاصني نحل فيه واحد المنفذ ديال اف تي بي. هذا الشيء غادي نرجعوا ليه وغنشرحوه ان شاء الله ملي غنهضروا على لي سيت ويب والمسائل. يعني خصني نحل واحد المنفذ اللي هو 21، منفذ 21 معروف، ما نقدرش انني نحل فيه شي منفذ اخر، الا ما نحل ماشي ما يمكنش ندير ال 25 في باص ل 21، اف تي بي 21، متفقين؟ مزيان.